سوف أعرض لثلاثة أنواع سريعة من الملاحظات وقل لي حين أصل إلى خمس دقائق. أولا أود أن أعكس مشاعر فريقنا في الإسكوا، فكانت هذه فرصة ممتازة بالنسبة إلينا إذا تمكنا من التناقش مع جميع المؤسسات الممثلة هنا ومع الموظفين في الإسكوا بشأن البحوث والسياسة، وهي مناقشات غاية في الأهمية. أود أن أريكم ما نستنتجه نحن في الإسكوا من هذا النوع من التفاعلات، أكان مع الإفري أو مع ضيوفنا الآخرين في هذا الاجتماع. وسوف أعود إلى النقطتين اللتين أثارهما فوزي للتو، استنادا إلى بعض التجارب في مجال التنمية الريفية واستنادا إلى بعض الجوانب السياسية في التنمية الريفية. خلال المرحلة الانتقالية قد نغض النظر عن بعض الخطوات، فما ظهر بقوة خلال هذين اليومين الأخيرين هو جزء مما نلجأ إليه في الإسكوا للمضي قدما، أي أهمية اللامركزية الحكومية. لقد تحدثنا عن رابط هذا الموضوع بالربيع العربي، وربما أو إذا فقدت الثقة بالحكومة المركزية ربما كانت هي فرصة لإعادة بناء هذه الثقة انطلاقا من المستوى المناطقي، فإذا ربما هذه فرصة، ولا شك أنه مجال يجب أن نستكشفه لنحاول انتهاز هذه الفرصة، لا سيما أن فترات التحول هذه يمكنها أن تخدمنا لنأتي بحلول قابلة للتنفيذ من خلال طرح الأسئلة بطريقة ملائمة. ثم خلال هذين اليومين اخترنا بعض الأشخاص لمساعدتي في تدوين الملاحظات. أنا لن أستعرض هذه الملاحظات، ولكن بعض الأفكار المهمة. لقد اخترت الأفكار التي شعرت أنها تعكس الجانب المناطقي والجانب الوطني، أي الدروس التي يمكن أن نستنبطها من الخارج ومن باطنا. إنها أفكار تعكس كل المستجدات التي ظهرت خلال هذا المؤتمر، وأنا عرضت هذه الأفكار بشكل مصفوفة. أي عرضت للأفكار وللآراء وللاستراتيجيات والسياسات من ناحية الانتاجية الزراعية وتحسين الأسواق والتمويل، وبعض الأفكار ربما تتلاقى مع أفكار أخرى. وربما علينا أن نمزج هذه الأفكار للتوصل إلى تصور شامل للتنمية الزراعية واللامركزية مثلا، وأيضا علينا أن نفكر في جدوى إنشاء نظام للإنذار المبكر في بلدان هذه المنطقة، إضافة إلى مواضيع أخرى كإدارة الأراضي والاستثمارات الخارجية المباشرة والسياسات التي تعالج التباينات الاجتماعية على مستوى الانتاجية الزراعية. نظرنا في كيفية تعزيز الأنشطة والبحوث الزراعية، فإن صناديق التمويل موجودة وبوفرة، وعلينا أن نعظم الاستفادة منها.
كما علينا أن نرشد النفاقات. ثم هنالك سياسات ظريفية واحتياطات الحبوب، وسمعنا كلاما كثيرا عنها. ربما فوتت أو لم أذكر بعض الأفكار الجديدة، وأعتقد أن أخصائي التغذية سوف يسرون حين سيرون أن العديد من الأفكار التي لم تكن تناقش في الماضي باتت مطروحة اليوم. ولكن كيف يمكننا أن نسير قدما؟ نحن مهتمون جدا في الإسكوا، وفي جزء من أعمالنا أن نتحالف مع مؤسسات مثل إفبري أو غيرها تقوم بالبحوث. كما نهتم أيضا بأن نقيم روابط مع الاستثمار، مع مؤسسة الاستثمار على النطاق الواسع. أعتقد أن لدينا قدرات تسمح لنا باستخدام كل هذه المشاريع والبرامج لاستنباط المزيد من الدروس، ولنعرف ما الذي ينجح وما الذي لا ينجح. فإنه من المفيد أن نغوص في تنفيذ السياسات وفي استنباط الدروس من تنفيذ هذه السياسات. أعتقد أنها كلها أمور عملية سوف نهتم بها للحصول على مزيد من البيانات والمعلومات. وأعتقد أنه طلب محدد تبين من نقاشاتنا. كما علينا أيضا أن نعزز قدرتنا لتقاسم هذه المعارف. وأعتقد أنني تحدثت هنا نيابة عن كامل فريق الإسكوا بالقول إننا توصلنا إلى نتائج جيدة، وعلى مستوى التنفيذ وابتداء من الغد سوف نعقد اجتماعا للمجموعات المواضيعية حيث سوف نشاطر جميع نتائج أعمالنا، وذلك لنتمكن من المباشرة بهذه المرحلة الجديدة في شراكتنا. في النهاية أود أن أشكر كل الذين ساعدونا خلال هذين اليومين. شكراً.